مصباح النور، نهاركم زين. اليوم بداية مختلفة، اليوم نهار مختلف، اليوم نحتفلوا معاكم بالعيد 62 للاستقلال. إن شاء الله كل عام وتونس حية بألف خير، إن شاء الله كل عام تونس حرة منيعة، تونس واقفة، تونس واقفة برجالها وبنساها. في عيد اليوم يظهر لي ما فماش أحسن هدية من أنه الأمن متاعنا كما كل مرة يعودنا بعملية استباقية يتم القضاء البارحة على زوز إرهابيين. مرة أخرى نأكدوا أنه تونس أرض للسلام، أرض حرة، إن شاء الله يا ربي بعد عليها كل شر. اليوم باش تشوفوا معنا برمجه خاصه، وبدينا بكورال البحيره، وشفتوا معنا الصغيرات نتاعنا محليهم كيفاش حاضرين بالنشيد الرسمي وبغنيه اختاروا انهم اليوم يهديوها لتونس. ان شاء الله يا ربي كل عام وتونس حيه بالف خير. اليوم معكم الوطنيه كما قلنا في بث خاص، بدينا من 9 متاع الصباح باش نتلاقاو ان شاء الله حتى لل 11، ومن بعد يكون لكم موعد مع خطاب سيد رئيس الجمهوريه البيجي قيد السبسي. والبدايه كما تعودتوا بها تكون مع اخبارنا وفقراتنا اللي كل يوم نعملوا بهم طله
شنو اللي صاير في تونس من البارح ملي تقابلنا في 24 ساعة؟ ملك صباح النور. صباح النور فاتن، كل عام وتونس الكل حية بخير، كل عام وإحنا مستقلين بذاتنا. الاستقلال عنده برشا معاني، مش تاريخ 20 مارس 56 كهو، خاطر كل مرة يتجسد بطريقة أخرى. كل عام وتونس حية بألف خير. كما قلت فاتن وكما بديت الدخلة نتاعك، خليني نقول اللي أكبر هدية وأحلى هدية تحية لكل عناصرنا الأمنية من كل تشكيلاتها، نحكي حرس، نحكي عوين الشرطة، نحكي حتى الجيش، الكل الكل برافو برافو. أحسن هدية ممكن مع احتفالية عيد الاستقلال. العملية الأمنية بمنطقة المقرون باش تشوفوا كيما في اللايون نتاع جريدة الشروق اليوم، حبينا ناخذوا العنوان هذايا، العنوان اللي تصدرته ممكن كل المواقع الإعلامية وحتى في الجرائد الورقية. عملية أمنية بمنطقة المقرون التابعة لبنقردان أسفرت على القضاء على زوز إرهابيين، سمير بن يوسف وذاكر بوعجيله، هذوما اساميهم الزوز فاتن. الاول قام بتفجير نفسه وقت اللي اكيد ضايقوا عليه الخناق وتم محاصرته، والثاني تم القضاء عليه بعد مطارده من قبل قوات الحرس الوطني. تحيه لجنود الوغاء، تحيه لرجال تونس اللي واقفين لها بالحق، وهذه احلى هديه في عيد الاستقلال. مره اخرى تعطينا درس في النضال والمقاومه. واكيد لن يمروا كما يقولوا، لن يمروا. واكيد تحيه لكل اهالينا في بنقردان، ونعرفوا حتى بنقردان برجالها وبنساها. البارحة ولي تطاوين قال، معناها قال في بنقردان مكتوب علينا ان نرقدوا عين محلوله وعين مسكره. هو يظهر لي تونس كلها سيد الوالي، عين محلوله وعين مسكره، والمهم انه واقفين لتونس، والمهم انه ما يتعدى حد شيء، والمهم انه تونس تكون بعيده على كل هالامور هذه. وان شاء الله يا ربي الارهاب موجود في كل العالم، اما احنا بعملياتنا الاستباقيه اللي في كل مره ناكدوا اللي باش يتم القضاء عليه، وان شاء الله يا ربي تونس ديما لاباس. والبارح كان فما تصريح للناشط السياسي والحقوقي مصطفى عبد الكبير، قال انه اللي صار انه فما راعي اغنام هو اللي بلغ على الارهابيين، معناتها ما كانتش امنيين ولا معلومه امنيه، هي السباقيه مراعي اغنام، معناتها هذا يظهر لك انه الارهاب مش نجح في تونس، خاطر تو سامبلومون الحاضنه الشعبيه ماهيش موجوده. ما دام من فما رفض شعبي والمواطنين للارهاب راهو مش باش ينجح في تونس باللي باش يعمل. ورمزيه خاصه الارهابيين الاثنين لانهم شاركوا في اكثر من عمليه، شاركوا في عمليه الاعتداء على دار الوزير الداخليه بن جد وقبل، شاركوا في عمليه جبل مغيله زاد يظهر لي، معناها العمليات اللي شاركوا فيهم كانوا من اكبر العمليات الارهابيه اللي عرفتهم تونس في 2013-2014. دونك رمزية الأسماء هذه بالذات عندها قيمة كبيرة. وتحية مرة أخرى لعناصرنا الأمنية، ونهدي والانتصار هذه لعائلات الشهداء الكل، خاصة من أمنيين اللي سقطوا في عمليات كانوا شاركوا فيهم الإرهابيين هذوما. أكيد نواصلوا فاتن مع خبر آخر ممكن تصدر المواقع الإعلامية، وشفناه في أكثر من موقع. على حقيقة الخبر هذه صار من نهار 15 مارس، لكن البارح شفنا البيان الرسمي لوزارة الخارجية. بشوفوا على الشاشة ممكن تصويرة زوزة توانسة المختطفين، أعلنت البارح وزارة شؤون الخارجية في بلاغ لها على اختطاف زوزة توانسة في الكاميرون من 15 مارس، وتم إحداث خلية أزمة أكيد للمتابعة مع السلطات الكاميرونية. مع العلم أنه توانسة هذوما تم اختطافهم في شركة أشغال عامة تونسية، وكان تحدث حتى رئيس الشركة وحكى على عملية الاختطاف. اليوم ظروف صعيبة، اليوم تم اختطافهم مجموعة مسلحة. البارح حكينا على السوق الأفريقية الواعدة، لكن ثم بعض الإشكاليات اليوم في افريقيا وفيها مخاطر واخطار اللي بالحق معناها تنجم تعرض حياه توانسه للخطر. اليوم الزوز هذوما مختطفين من نهار 15 مارس، اكيد ثم موضوع فديه في الموضوع، وثم نعرفوا كيفاش تتم العمليات نتاع الاختطاف في افريقيا. ربي يفرج عليهم ان شاء الله. سلطاتنا تاخذ معناها التدابير اللازمه، وان شاء الله زاد السلطات الكاميرونيه تلعب دورها لهنا، لانه لازمها هي من واجبها اليوم تحمي رجال الاعمال اللي يخدموا على اراضيها. وسيرتو لهنا ملاك انه جديده الحكايه، خاطر نعرفوا مثلا كيقولوا نيجيريا، نيجيريا فهم بعض المشاكل مع بعض المناطق تسيطر عليهم بوكو حرام. كيقولوا مثلا الصومال فهم القراصنه نتاع المياه الاقليميه، وكانوا قبل احتجزوا مركب تونسي، وهي كانت سابقه وقت، لانه معروفين انهم اي بلد اسلامي ما يعترضوش. وقتها كانت سابقه اعترضوا الباخره التونسيه، وكانت صارت مشكله كبيره وقت. تبقى انه الكاميرون حاجه جديده تسمى، معناتها كان ما يلقاوش حل من تويكا راهم بعد تشلي لافريكا، راهو المشكله نتاع السوق والاستثمار اللي حكينا عليه هذاك الكل، الكل يتيح في الماء. وهذا نوع اخر من الارهاب فاتن، معناها احنا كنا نحكي انه الارهاب يعاني منه العالم الكل، فهذا يعتبر زاد نوع اخر من الارهاب. نواصلوا حبيت هكا معناها اليوم ريفي دو بريس، كان لاحظت فاتن غابت الجرايد، لانه حبيت في الجورني سبيسيال هذيا وفي الاحتفاليه الخاصه هذيا اللي عندها رمزيه. وراو ايش نقول لك، هكا عندنا كل حنين، ثم ناس يتقال اليوم ناس ما عرفناهمش، ناس وقفت للبلاد هذي.
هذه رجال خلونا نستقل ونحقوا الاستقلال، ما نعرفهم شخصيا فاتن، لكن عندنا حنين الفتره هذيك. نحترمهم برشا، نقدرهم برشا، قرينا عليهم، سمعنا على اخبارهم، نعرفوا قد ايه ضحاوا باش احنا وصلنا اليوم للوضعيه هذه. انا حبيت نوريكم الوثيقه الحلوه، ماذا بيا هكا كان جيت نجم نجيبها ونشموا ريحتها، معناها القيمه نتاعها. لكن الوثيقه هذه اللي شفناها عام 2016 واللي قدمتنا مؤسسه الارشيف الوطني، من ابرز واهم المؤسسات في تونس اللي عندها بالحق وثائق مهمه ومهمه برشا، وقادر اليوم باش تتضمن اكثر من وثيقه اخرى. مانيش مستحقين مؤسسات اجنبيه باش نعطيهم الوثائق. تتعاون هي مع المؤسسات الاجنبيه لانه مثلا تعاملوا مع لينا، معناتها فما مبادلات، فما كونفونسيون انه ياخذوا الوثائق. انت ما فهمتنيش اليوم الجدل اللي صار، انه ثم شهادات اليوم بالنسبه للمجاهدين وبالنسبه للناس قدم، معناها نحكيو على التاريخ نتاعنا، باش يتم التفويت فيه المؤسسات الاجنبيه. اللي راهي مؤسستنا قادره ندعموها شويه بشويه امكانيات، لانه ثم وثائق فتن تستحق، معناها ثم امكانيات خاصه، خصوصا انه عندنا تمر عليها سنوات وسنوات. لكن مؤسسه الارشيف الوطني قادره اليوم باش تضمن كل الوثائق، وراو تاريخنا يبقى في تونس، ما نفرطوش فيه وما نعطيوش لحتى مؤسسه اخرى. اليوم معناها نعرض لكم ونقدم لكم على الشاشه كما قاعدين تشوفوا وثيقه الاستقلال اللي تم توقيعها في 20 مارس 1956 من قبل الوزير الاكبر طاهر بن عمار ووزير الخارجيه الفرنسي كريستيان بينو، واللي الغات معاهده الحمايه. الوثيقه هذه تعرضت في احتفاليه احداث 9 افريل 38 تزامنا مع احداث 9 افريل في 2016 كما قلت، واللي عرضتها مؤسسه الارشيف الوطني. وثيقه حلوه، وثيقه تخلينا ديما نتذكروا شنو قاموا، شنو عملوا جدودنا، شنو عملوا التوانسه باش البلاد هذه استقلت، ورانا كل يوم لازمنا نحقوا الاستقلال الذاتي بطريقه او باخرى. فاتن مهمه، فما معلومه زاده مهمه مالك لازم نقولوها للعباد، لانه الوثيقه هذه كان وقتاش تعرضت، لانه صار برشا جدل شنو هي المحتوى نتاع وثيقه الاستقلال. كل واحد يقول ايش فيها، واحد كل واحد يزيد، ودرا شنو هي الوثيقه هذه تاكد بما لا يدع مجالا للشك انه اللي قبلها الكل تفسخ. صفحه جديده بدات بدايه من الوثيقه هذه، وان شاء الله معناتها كان فما حاجات اخرين ولا وثائق تصحح لتونس ان شاء الله تكون مفتوحه، لانه هذا الكل احنا تو في عهد الاوبن سورس، معناتها كل شيء يكون هي الوثائق موجوده. يمكن احنا زاده ما عندناش ثقافه انه نمشي ونبربشوا وندخلوا للدوكيومونتاسيون ونقراوا اكثر ونطلعوا، وزاده يمكن حتى هذا دور الاعلام انه في كل مره ينجم يكون حتى فما برامج تسلط الضوء على تاريخنا من خلال الوثائق والمعاهدات نتاعنا القديمه وكل شيء. وراو الارشيف الوطني راهو مفتوح للناس الكل، وقت اللي بتطلب وثيقه صحيح ماكش تاخذ الاوريجينال، باش تاخذ نسخه على الوثيقه هذيك. المؤرخين عندنا ما شاء الله، معناها من خيره المؤرخين في العالم، عندنا ناس قادره اليوم باش تستعمل الوثائق هذيك باش تارخ الفترات هذيك، واحنا زاد نجموا نطلعوا على تاريخنا وعلى معناها وثائقنا المهمه الكل. حبيت في نفس الاطار قبل ما نمشي للصوره اللي من بعد اللي باش نختم بها، في نفس الاطار حبيت نقول اللي غازي الغرايري سفير تونس لدى اليونسكو تسلم جائزه المجاهد الاكبر نيلسون مانديلا. الجائزه هذه اللي قدمها معهد نيلسون مانديلا بباريس، اكيد معناها القائد الرمز ممكن تزاملت مع احتفالات عيد الاستقلال للرئيس الراحل حبيب بورقيبه، اللي معناها الجائزه هذه اعتراف برؤيه المجاهد الاكبر يقوله معهد نيلسون مانديلا في مجال السلام العالمي والتحرر في افريقيا واعماله الرائده من اجل ان تكون تونس معاصره وذات سياده. هذا حبيت نربطها ممكن باخبار عيد الاستقلال والوثيقة هذه. نختم احنا بعد باش نحكيو مع ضيفنا سي فيصل الشريف باش نتحدثوا معاه على الاستقلال ورمزيته والامور هذه الكل، اما تو نتحدثوا زاده معاه على التناقض اللي فما ما بين برشا نقاش وجدل على شخصيه بورقيبه ورمزيه بورقيبه، وقديش بين ظفرين الناس ألهت بورقيبه في تونس، وبرشا ناس ضد بورقيبه توا، وبرشا ناس طالب انه نعاودوا نكتبوا التاريخ لانه يعتبروا اللي فما برشا تقال على بورقيبه مش صحيح. وفي نفس الوقت نلقاو والعالم من الخارج يكرم بورقيبه، يعترف به، يعتبره شخصيه وطنيه، يعتبره شخصيه عالميه ساهمت في السلامه في العالم. دونك يظهر لي برشا جدل بورقيبه رغم انه غادرنا منذ سنوات، لكن شخصيته مثيره للجدل. مازال تو يصير في الجدل، ما نساوش انه راهو في العالم الكل لازم باش تنجح ثوره من ثورات وتنجح دوله ولا اي حاجه لازم يتلموا على شخص واحد. لانه كان كيك باش يتفرق وكل نعرفوا الهند مثلا. يلزم الزعيم، يلزم القائد. لازم يكون فما زعيم واحد، الزعيم مش تلم عليه الناس الكل، الزعيم مش يكون عليه اجماع، مش يطلع هو في
التصويره عادي باش يكون هو معناتها عليه اكثر كلام، اما هذا لا ينفي انه ما فما حتى حد موقف معاه. بورقيبه كي باش نبداو نحكيو مثلا على الانجازات نتاع الاستقلال، مش بورقيبه بركه جاب الاستقلال، جابوه زاد المجاهدين، جابوه الفلاقه، اكيد فما احزاب وفما نقابه وفما اتحاد، فما نقابات، فما فرحات حشيد، فما اعضاء الشعبي، فما مثقفين، فما نساء، فما الفلاقه، فما فلاحه، فما معناتها لي زوفريي، معناتها الناس اللي قاعده تخدم، هذوما الكل كانوا هما اللي جابوا الاستقلال. وتقريبا معناتها اما الشخص بورقيبه كان مهم جدا لانه شخصيه كاريزماتيك تلموا عليها الناس الكل، باش نجم هكاك وصلنا معناتها لقينا على الاقل بزافي نحكيو معاه. ما نساوش بورقيبه كان موجود في تونس وقت الاستقلال، الاستقلال واللي صحوا هو طاهر بن عمار، خاطر الناس كانت تخدم بعضها، بورتون زوز مش من نفس الحزب، ورغم ذلك معناتها كانت مصلحه، ما كانش ثم معناها كل واحد يجبد الروح. عندكش فكره فاتن اما اقدم جريده في تونس؟ قريت هالمعلومه ما نسيت. في بالي السفير حاجه هكا. لا، اقدم جريده في تونس هي الرائد التونسي اللي توا ولات الرائد التونسي. جريده الرائد اللي اقترن ظهورها بسياسه الاصلاحات اللي عرفتها تونس. الرائد التونسي اصدر عددها الاول عام 1860، كان ممكن زملائنا في العالميه يورينا تصوير الجريده هذيا، ولتوا ما زالت تصدر لكن في شكل الرائد الرسمي فاتنا اللي قاعدين نشوف فيه توا. هذيك بدات من الاول كجريده تشمل على جزء رسمي منشورات وجزء ثقافي شعبي عام. بدات من 1860. حبيت نعطيكم ممكن فكره على اقدم جريده في تونس. هذه جرد النسخه الاولى بكل هذه. وليت من بعد الرائد الرسمي في فتره من بعد هذاك، علاش حبيت نعطيكم فكره. جبت لكم شويه وثائق من الارشيف ونقول لكم راهو اليوم متاح الارشيف للناس اللي تحب تبحث تعرف التاريخ وتكتشف التاريخ. يعطيك الصحه ملاك. دونك هذه كانت فقره اخبار مع ملاك، باش بعد شويه باش التحق بنا زميلنا محرز يعطينا احوال الطقس. اما في الاثناء نمشيو نعملوا طلع على الانترنت مع حسام شنو اللي فيها، ونذكركم ديما انه صفحتنا على الفيسبوك في تونس موضوع على ذمة الناس كل حتى تتواصلوا مع البرنامج. فتنا 3000 متابعة على الصفحة. واللي يحب ما عنده مثلا اقتراح ولا حاجة ولا تصوير يحب يعديها ولا يحب يوصل مساج ولا موضوع ولا حاجة ما عجبتوش في الكيس ولا حاجة مثلا ما عجبتوش في الإدارة ولا كذا، مرحبا به، صوته إن شاء الله يوصل. وعليك أن يبعث لي مساج على صفحة في تونس. باهي نبداو بال شنو الاخبار اليوم؟ باهي نحكيو على الانترنت. كيفاش نحكيو على الانترنت؟ نحكيو على جوجل. ندخلوا اول الصفحه الاولى معناتها المحرك البحث تاع جوجل. نلقاو يحتفي يوم الاستقلال التونسي، تصويره بالكبير، لافيش نتاع فيها فوالا لوجو نتاع تونس. يظل لي حاجه مزيانه برشا مع النجم، من احسن ما نجم نبداو به الصباح. ولو انه المحل هو على نطاق جوجل بوانتين، تحل جوجل بوان كوم ما تلقايش، اما هذا لا ينفي انه كمان معناتها جيست باهي. انا كنت نوجهلك السؤال هذا، يعني هي جيست، هي جيست باهي. هو اللي يعجبك في جوجل يقوم بالواجب، معناها في كل مناسبه، في كل يوم عالمي، في كل يوم وطني تلقاه معنا. في ذكرى وفاه صالح عملها، في ذكرى التاسيس الرشيديه عملها، في معناتها تقريبا موجود في الثوره 14 جانفي، في الثوره في 14 جانفي. ما نساوش انه معناتها هو جوجل يخدم على اللارج بيبليك. شفت هذيك حكايه الارشيف مثلا اللي هو المتوفر للعموم، الحكايه هذه بدات مع جوجل. جوجل هو اللي وفر البارتاج، انه ولات حاجه تو معناتها هو فما توجه جديد في الشباب نتاع تو، انه يحبوا البارتاج يعوض البارتاج دو موند، معناتها يعوض الناس تقسم العالم، الناس تقسم المعلومات. وهذا الشيء اللي ماشيين فيه وبحال الله معناتها نتواصلوا فيه، لانه كان فما حاجه ربحناها في تونس سواء من الاستقلال ولا من الثوره، لانه الكل بجرت بعضها معناتها لولا الاستقلال ما كناش نوصلوا للثوره، ومعناتها هذوما الكل مع بعضهم ما كانش الحريه التعبير اللي قاعدين يتمتعوا بها، انه تناقشوا في مواضيع كما هكا، كما الكلام اللي قلته انت مثلا في بلايص اخرين راهو تتحاسب. لكن واحد قال مثلا بورقيبه اهميته ودوره كذا، لا احنا في تونس نتناقشوا وبكل رويه، وما عادش فما معناتها المشاكل بتاع قبل هذا يخونك وذاك لا، وما عادش تقول هكا وما عادش تحكي هكا لا، هذا كله مفتوح للنقاش. باهي بالنسبه للخبر الثاني حبيت نحكي على غازي الغرايري مع سفير اليونسكو. ديجا معناتها جبدنا الموضوع قبيله، ما لهنا زاد كيف هذه من اكثر الحاجات اللي عمل جدل البارح. انا نمشي حسب ليزانتيراكسيون، معناتها حسب اللي مشاو فيهم الاكثريه نتاع لي كومونتير اللي بارتاج، بطبيعه برشا بداوا يسميو. هي مناسبه باهي انه الناس وقت اللي جبدت الاخبار هذايا قالوا به ولازر الشرايطي وينو، وقالوا مثلا عبد العزيز الفعالبي وينو، محمود الماتري وينو، فرحات حشاد وينو، معناتها برشا من المؤسسين معناتها الجيل الاول معناتها للاستقلال. وهذا باهي انه مناسبه هكا، ذكرنا لكم حب بورقيبه وذكروا الاخرين، وهذه معناتها من احسن الحاجات اللي لقيناها بالنسبه لذكرى الاستقلال. انا يظهر لي هو التكريم يجي في شخص بورقيبه، لكن هو اعتراف بانه تونس دوله سباقه، انه تونس لعبت دور للسلام.
السلام، معناها هو بورقيبه في الاخر يمثل تونس في مرحله ما، دونك بالنسبه لي انا معناها كان ينجم بورقيبه والا اي واحد اخر. حتى اعتراف تونس بسياده عدد دول اخرى فاتن ممكن النقطه الايجابيه المضيئه بالنسبه للفتره هذيك انه رئيس تحبيب بورقيبه وقتها يقال انه فما دول معناها ما تمش الاعتراف بسيادتها وباستقلاليتها، وكانت من الدول السابقه تونس انها تعلن اعترافها بسياده الدول هذه واستقلاليتها، لانه هي كانت اكثر مدافع شرس ممكن على مبدا الاستقلاليه وعلى هو تحقيق كان ميدياتور معناتها نجم نقولوا كان معناتها وسط بيناتهم مش ماشي برشا اليمين مش ماشي برشا اليسار، شد العصا من الوسط كما نقولوا. اما زاد فما حاجه معناتها باش نقولوا مثلا القضيه الفلسطينيه نقولوا ابو عمار نقولوا ياسر عرفات، معناتها مش معناتها ياسر عرفات كهو جات ولا يوم الناس هذا، معناتها الناس قاعده معناتها قاعده تضحي وقتعبه وقاعده تنظر في فلسطين، اما شخص ياسر عرفات هو اللي كان عليه اجماع من الناس الكل. هذا بالنسبه للخبر ما عرفش يظل لي معناتها محرز التحق بنا، محرز التحق نجم يتفضل معناتها محرز الكواليس يشوش علينا محرز يدخل محرز قلنا لي نور كنت احتفل بعيد الاستقلال بعيد علينا ولا شنو؟ وفي بنزرت عاد عندهم احتفالات خاصه. مرحبا بك نهارك زين. مرحبا بك نهارك زين. الحمد لله معناتها موجات باهيه نبداو بهم الايام تاعنا معناتها اليوم عيد نحكي على بشار الغيث النافع. الحمد لله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. علينا وعليك ان شاء الله تونس حي بخير، ان شاء الله تونس الكل وين ما كانوا حيين بخير. وان شاء الله ديما ماشيين للافضل ان شاء الله يا ربي. باهي سبقناك احنا شويه في فقره حسين، كملوا في موضوعنا قاعدين نهضروا على الانترنت في موجود ناخذوا اخبار الطقس. شنو الاخبار اللي بعد؟ الاخبار اللي بعد نحكي على موضوع انا مش نذكر الاخبار نتاع العنصر الارهابي اللي هم خذوا عليهم الهدف، فما التكريم ساعه قبل نتاع مرسيل خليفه اللي باش يكون حاضر في احتفالات تونس بذكرى الاستقلال. يظهر لي من احسن ما نجموا معناتها نقدموا مرسي خليفه فنان كبير ويحب تونس من اروع الفنانين والرمزيه كبيره انه يتكرم معناتها بوسام الاستحقاق الثقافي في تونس. الخبر من بعد يجينا من وزاره الداخليه ولهنا معناتها حبيت مش مسيس نشكر روان اما مسيس نشكر المره هذه لان وزاره الداخليه الصفحه نتاعهم تقريبا السورس الصحيح نتاع المعلومه يهبط لك معلومه وبعد يكتب تحتها التحيين وهذا مهم جدا لانه بالاخص المعلومات نتاع وزاره الداخليه حساسه جدا صحيح. صفحه فيها مليون مشترك معناتها عادي جدا مش الانفورماسيون الصحيحه توصل. بعدنا على الايامات تذكر 2011 2012 2013 اللي كانت كل واحد يحكي خبر التفجير في بلاصه كذا قصف في كذا هذا معناتها اللي صار انه وزاره الداخليه حاطت سيستم متكامل للاتصال وهذه حاجه معناتها تحسب لها. بالنسبه للخبر الاخر نتاع ديو زاد كيف نقعدوا في التيم هذايا نتاع الاتصال نحكيو على التونسير المره هذيا. التونسير كان فما فيديو هبط دار على مجموعه من الرحله جايه من زوريخ، الرحله هذيا قالوا انه صارت فيها سرقه للامتعه فما شكون تصور وحب في كله تليفون وكل شيء. وضحت التونسير انه اللي صار ما فهمش منه هذاك الكل حكايه ما الا معناتها فيديو قديم وفما ناس تحب تضرب التونسير. وانا نبعد على كلمه انها تحب تضرب التونسير، صحيح الممارسات هذه موجوده اما تبقى به كي نقولوا راهو الصوره هذيك غلطه ما راهو مساج نحبوا نعطيو صوره مخير راهو ما عادش الاجراءات كما قبل. سرقه الامتعه موجوده في العالم الكل مش في تونس كهو، نحاولوا نقضيو عليها في تونس. جاوبونا بالارقام جاوبونا بالارقام او كان فما ديكلاراسيون الانسان اللي عنده مشكل وسرقوا له سي فغي مش الكل نراه نمشي ونشكيو اما مثال شهد بالارقام قداش كانوا يشكيو مثلا عام 2016 قداش اليوم يشكيو قداش من شخص تمكن انه يسترجع دبشه قداش من شخص عوضوا له. جاوبونا بالارقام وني تكون معناها الكومونيكاسيون كامله مش لازم نقولوا فما شكون يحب يضرب ونظريه المؤامره هذه لا جاوب حد لا خاطر كان واحد كان واحد قال مثلا في فيديو معناتها تقريبا الكل احنا كان مش حكيو على التلفزه الوطنيه قداش فما تشويه على لا واحد معناتها شي يحب له اما كان كل واحد باش تقعد تجاوبه معناتها اعمل كوميونيكاسيون يخدم على روحك وتو كل شيء يجي بطبيعته. بالخبر الاخر يمكن دار برشا البارح سور الانترنت كلمه واحده المود كود اللي هي الاف سي ار. شنو حكاية الاف سي ار؟ اللي هو قانون هبط في جورد معناتها افكتيفمون في الرايد الرسمي اللي حكيت عليه مالك في الرايد الرسمي هبط قانون قال لك معناتها اللي عندك كهرباء اف سي ار معناتها هذاك عندها الامتياز الضريبي ما عادش تتبع قبل عام تقعد عام الدات اللي انت قايدتها تقعد عام بها الكهرباء هذيك وبعد تنجم تبيعها. وفما امتياز اخر اللي هو حكايه 25% هذاك كيف كيف معناتها هو لو لهنا بدات تخلط في بالهم اللي بعد عام تخلص 25% لا ما فماش منها الامتياز الاول قعد كما هو تبقى انه روتار بعام تقعد تدور بها كهربتك بعام وبعدك تنجم تبيعها بالامتياز الضريبي وهذه باش يقضيوا على حكايه السمسره وكل شيء. اكزاكتومون هوني يظهر لي المحلات اللي ديما يعرضونا في الثنيه ما شاء الله الكراهه بالكلهم معناها جدد محطوطين للبيع هوني باش يولي عليهم برشا جدد فما ولا باجيت ولا شيء عيناني ولا كوميرس كبير برشا وسيارات قيمتها كبيره برشا هوني ديجا معناها باش نوليو ما عادش نلقاو سيارات جدد جايين من خارج تونس سيارات جديده ما عادش نلقاوها كان في
الديار نتاعهم، ما عادش تلقى كرهبه جديده الا في الدار، والكرهبه اللي باش تلقاهم عند الحوانت الكبار اللي يبيعوا في السيارات راهم باش يوليوا سيارات مستعمله، معناها عندها عمرها أما اقل حاجه عام. هذا الكوتيل المعبي بالكيس، الكوتيل الفارغ، كنت الفرق قال لك تو انه الكراهب معناتها ما عادش باش يطلع سومها لو ماكسيموم، خاطر قبل كانوا يساهموا في تخفيض الاسوام تاع الكراهب. تو الكراهب باش يطلع سوم معناتها لو ماكسيموم، وقالوا اكثر ما هو طالع لان يظهر لي ما فيه ما فماش من هذه حكايه انهم يساهموا في تخفيض السيارات، خاطر هما يخدموا على جام معينه، يخدموا على السيارات الاوت جام، معناها الكراهب تاع 200 مليون. شفت شكون بلاكسير يجيب الار 5 والسوبر ار 5، معناتها مش الناس الكل تنجم تجيب اوت جام، معناتها كل واحد وكيفاش ولا السيارات. الاغلبيه كان نحكيو على السماسره الكبار نتاع الكراهب راهم يخدموش على الكليو والرنو والدوسونسيس. تعرف حل تعرف حل المشكله هذه شنو هي؟ عرفت شنو هذيك الجرافيك اللي هنا فما تصوير اللي انت نسميوه في الكراب وذا كله اشهار. مادام سمينا كل ما عادش اشهار كان سمينا ماركه بركه تسمى اشهار. نوريك الجرافيك فما تصوير باش نختم لانه باش نمشيو المحرز ما عادش عندنا وقت، وريني الجرافيك وسكر ربي يهديك يا محرز. باش نوريك الجرافيك تو الانتاج الكراهب من البلدان المغاربيه للسيارات. باش تعرف تونس معناتها قداش تنتج من سياره باش تفهم علاش احنا بالحق للاسف معناتها في المرتبه هذه. خلينا نحكي لك سيارة مازال نحكيو فيها. عندك المغرب 376 الف سياره في العام، الجزائر 60 الف سياره في العام، وتونس 2000 سياره في العام. هذا انتاجنا. معناتها هنا كنبداو نحكيو على السيارة والتخفيض وكل شيء، معناتها مشكله كبيره ياسر. تونس كانت مؤهله باش تكون بلاد تنتج السيارات. اي ما احنا توا في المرحله هذه مازلنا ننتجوا قطاع غيار، ما ننتجوش سيارات كامله. قطاع غيار حتى نتاع الطيارات نتاع بتويت قاعدين ننتجوا، نحكي على سيارات. سيارات كامله تخرج معناتها مركبه فيني من هنا كجات هكاك، خاطر فما امتيازات انه تنجم مثلا تبيع في البلاد المنتج بسوم تفاضلي. هذا كنا نجموا نتمتعوا به في تونس، مي للاسف ما فهمش. والسيارات التونسيه ولات اغلى حتى من السيارات مالوريزمون. على كل احنا فما مثلا الانجليزي يقول ويت اند سي، معناتها نستناو ونشوفوا معناتها الاسواق. ما دامك تستنى شوف احوال الطقس نمشيو محرز. الطقس كما كنت نحكي معناتها رجع فصل الشتاء رجع بقوه، هذا نجمو نقولوه. وهذه الحاجه الباهيه هي مؤشرات الغيث النافع، نعرفوا النص الاول نتاع شهر مارس كان شحيح من حيث الامطار، ان شاء الله باش نعيشوا تقلبات جويه ذات فاعليه، وممكن حتى مؤشرات نتاع تساقط الثلوج بالمرتفعات بدايه من نهار الاربعاء في الليل نهار الخميس وحتى صباح يوم الجمعه. مؤشرات الامطار الرعديه ان شاء الله اليوم باش تكون في الشمال محليا في الوسط، الامطار اللي باش تكون وقت رعدية وممكن تشمل بعض جهات الجنوب ان شاء الله خلال الليله القادمه. وفيما يخص درجات الحراره باش تعرف تراجع نسبي، نحكيو على تقريبا اليوم ارقام في مستوى 15 درجه في اقصى شمال في بنزرت في تونس العاصمه، نتوقعوا 14 في جهه وطن القبلي، وايضا في زغوان 14 في جندوبه، 13 درجه في باجه، 12 في سليانه، في الكاف في مناطق الوسط ممكن توصل 19 درجه بالنسبه للقاسرين، 17 في سوسه، 19 بالمنستير، 20 بالمهديه، 21 بسيدي بوزيد وايضا بالقيروان، وفي مناطق الجنوب ادفى شويه تقريبا حاره قصوى في مستوى 22 درجه في قفصه، 25 في توزر، 26 درجه في قبلي نتوقع، 24 في صفاقس، 26 في جابس في تطاويل، و27 درجه في مدنين. انما الجانب الحركي هو اللي يطلب منا كل اليقظه، نحكيو على رياح قويه سرعتها ان شاء الله باش تكون ما بين 70 ل 90 كم في الساعه قرب السواحل بالمرتفعات وايضا بمناطق الجنوب، تتوصل مثيره محليا للرمال والاتربه. لكن ممكن المؤشر الايجابي اللي نختم به المداخله نتاعنا هي مؤشرات الامطار ان شاء الله من هنا حتى لاخر الجمعه، ربي يرحمنا وان شاء الله زين. شكرا لك خالص. شكرا لك محرز، يعطيكم الصحة. دونك هذه كانت فقرة الاكتواليتي بالنسبة لليوم، مكملين معاكم كما قلنا اليوم بدينا بكري شوية باش نواكبوا معاكم احتفالات عيد الاستقلال، باش تكونوا على موعد مع ال 11 نتاع الصباح إن شاء الله مع خطاب السيد رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي. في الأثناء احنا مازال تنتظر فيكم برشا فقرات، منهم فقرة توا نرجعوا فيها لفترة ما قبل الاستقلال والأحداث اللي سبقت التاريخ 20 مارس، ماشيين معاكم في الفقرة هذه ثم نرجعوا نستقبلوا باقي ضيوفنا. تحتفل تونس اليوم بذكرى 62 لعيد الاستقلال، أجيال ضحات من أجل الاستقلال ومن أجل بناء الدولة المستقلة. 20 مارس 1956 كان منعرج مفصلي في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة، وباش يبقى يوم رمز في تاريخ كل توانسة محفور في ذاكرتهم.
12 ماي 1881 سمحت معاهدة باردو بخرق السيادة الوطنية والاحتلال الكامل للبلاد وإخضاع الباي للحماية الفرنسية، وإن أمضى محمد الصادق باي المعاهدة المفروضة عليها واللي تعلن حماية فرنسا على البلاد التونسية واللي تعرفت وقتها بمعاهدة باردو أو قصر سعيد. النضال من أجل السيادة والاستقلال جاء على مراحل، شكلت كل حقبة حلقة في سلسلة الحركة الوطنية، من أبرز مطالبها المطالبة بتشريك الأهالي في تسيير شؤونهم، والمطالبة بحكومة مسؤولة أمام مجلس منتخب، ثم المطالبة بالاستقلال الداخلي والاستقلال التام. المعركة الأولى ضد الاستعمار بدأت خلال مؤتمر نهج التريبيونال، وين طالب الحزب الحر الدستوري بحكومة ديمقراطية تستمد نفوذها من الشعب وتتمتع بثقته. ومن أبرز نتائج المؤتمر هذا مطالبة قادة من الحزب للمرة الأولى بإدراج قضية استقلال البلاد بصفة رسمية في برنامج الحزب، وتصعيد مواقف الحزب أمام تعنت حكومة شوتن وما أظهرته الجالية الفرنسية بتونس من مواقف عدائية، وإقرار مبدأ تعبئة الجماهير للكفاح والمقاومة. المعركة الثانية ضد الاستعمار بدأت مع أحداث 8 و9 أفريل 1938، وين تنظمت نهار 9 أفريل مظاهرة قدام قصر العدالة احتجاجا على دعوة المناضل علي البلهوان للمثول أمام قاضي التحقيق. وبمجرد وصول الجماهير إلى مكان المحاكمة وقع إطلاق النار على المتظاهرين، وسقط العديد من الشهداء والجرحى، حوالي 22 قتيل و150 جريح. وبعد الاشتباكات الدامية هذه وما إن سيطرت السلطات الاستعمارية على الوضع، حتى استصدر المقيم العام من الباي أمر لإعلان حالة الحصار، وتم اعتقال الزعيمين لحبيب بورقيبة والمنجي سليمة. 5 ديسمبر 1952 انطلقت معركة التحرير الحاسمة اللي اعتمدت استراتيجية تحرير تونس على تعبئة الجبهة الوطنية وكسب تأييد الرأي العام الفرنسي والعالمي مع ازدواج العمل السياسي والنضال حسب ما تطلب طبيعة المعركة وميزان القوى وظروف المقاومة الشعبية وقتها. 16 ديسمبر 1951 المنظمات الوطنية ترسل برقية احتجاج للحكومة الفرنسية وتقرر الإضراب العام لمدة 3 أيام. أظهر نجاح الإضراب استعداد الشعب لرفع التحدي، وكانت الاجتماعات الشعبية اللي نظمها الحزب الحر الدستوري الجديد والمنظمات الوطنية ترمي إلى تعبئة الشعب التونسي وتهيئته للمواجهة، وقدام توالي مظاهرات الاحتجاج في عدد من أنحاء البلاد أقرت السلطات الفرنسية العزم على قمع كل حركة شعبية، وقامت بإيقاف نهار 18 جانفي 1952 رئيس الحزب الزعيم لحبيب بورقيبة. كما أوقفت في نفس اليوم حوالي 20 مناضل وقع إبعادهم إلى الجنوب. التوانسة خرجوا في مظاهرات صاخبة في المدن والقرى التونسية، وكانت الانطلاقة الحاسمة للكفاح الوطنية. التحق وقتها عدد كبير برشا من المتطوعين بالجبال، واصلت الجبهة الوطنية تجنيد المواطنين في سائر الجهات والتنسيق بين مختلف أنشطة المقاومة، وتنظمت في عديد المدن والقرى التونسية أيام 22 و23 و24 جانفي 1952 تنظمت مظاهرات ومواجهات مع قوى الشرطة والجيش الفرنسي، اسقطت خلالها العشرات من الشهداء من بين المتظاهرين والعشرات أيضا من الجرحى. اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد نهار 5 ديسمبر 1952 مثل تجاوز لكل معايير السلوك الدولي، بالإضافة لما يمثل من تصعيد سياسة التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنطقة، بالإضافة لما يمثل من تصعيد سياسة التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنظمة الإرهابية الفرنسية اليد الحمراء. 3 فيفري 1956 الزعيم لحبيب بورقيبة يسافر لفرنسا وتقابل مع رئيس الحكومة الفرنسي موليه، الكاتب العام للحزب الاشتراكي اللي تولى وقتها رئاسة الحكومة الفرنسية، وتم الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض في المطالب التونسية. فتم افتتاح المفاوضات نهار 29 فيفري وتعثرت طيلة 18 يوم من المماطلة الفرنسية.
ثم تم نهار 20 مارس 1956 التوقيع على الاتفاق اللي تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس بما يقتضيه من ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني تونسي. وتوقع وقتها اتفاق الاستقلال في 20 مارس 1956. وعن ثغر بنظر تنفذ الجلا رجعنا معكم مكملين، وكما قلنا اليوم نحتفل معكم بعيد الاستقلال، وسعيدة جدا باستقبال ضيفي الأولين في حلقة اليوم أستاذ فيصل الشريف. صباح النور، نهارك طيب. مرحبا بك السادة المشاهدين. أستاذ، جيت بحضينا وجبت لنا كتاب إصدار جديد، سعيدة جدا أنه نقدموه اليوم في البلاتو من جملة برشا حديث باش نحكيو فيه على الجانب التاريخي. اليوم تونس تحيي ذكرى 62 لعيد الاستقلال في ظرف يظهر لي هكا فيه برشا كلام، برشا جدل، برشا حديث على التاريخ بيدو. اليوم برشا ناس تحكي وتحكي قصص وتحكي حكايات وتحكي تفاصيل من التاريخ، نلقاو المؤرخين يقولوا مش هذا راهو هذا، دور شكون اليوم انه يكتب التاريخ والا يعاود يصيغ التاريخ؟ دور المؤرخ والجامعي والباحث. راهو التاريخ من اصعب المباحث العلميه في العلوم الاجتماعيه، لانه هو ببساطه يتطلب يعني صبر وجهد كبير. اولا الاطلاع على المصادر الارشيفيه، ثانيا ربما الاستماع الى الشهادات الشفويه وجمع كل المصادر للكتابه حول الموضوع. المؤرخ ينتج كتابه، مقالات، محاضرات، وخصوصا كتب اللي هي تقعد موجوده وباقيه. ونأكد مره اخرى ان للمؤرخ والجامعي بالاساس دور للأجيال، لأنه عندما يكتب كتاب هو لا يزور، يعني عندنا ديما الفكرة أنه يكتب لطرف معين، يعني ونحن في تونس نفتخر أولا بأن عندنا مدرسة تاريخية عريقة، أساتذتنا الأجلاء اللي كتبوا عديد الكتب، كذلك الطلبة متاعنا اللي عملوا بحوث يعني منذ الستينات إلى اليوم، وهي تعد بالمئات في جميع المجالات. يعني ليس هناك مباحث ممنوعة في التاريخ، ولكن في بعض الأحيان كانت هناك يعني بعض التعتيم السياسي أو الغطاء السياسي الذي يمنع بعض الكتابات، ومنهم الكتاب اللي تفضلت به متاعي الأخير على حول الجيش التونسي، باعتبار أنه مثلا بن علي كان ضمن تلك المؤسسة وضمن أول دفعة ذهبت إلى سانسير وقتها. فبالتالي دور المؤرخ أولا هو دور تعليمي بيداغوجي، يعطي المعلومة ولكن بصبر، بثبات، بتوثيق، وبتبيان المصادر، ومحاولة جمع خصوصا الإطار التاريخي الذي أتى فيه الحدث. يعني كي نحكيه على 56 لازمنا نعرفوا القوى المتواجدة أنذاك، الضغوطات المسلطة على تونس، وكذلك الفكر الاستعماري المنتشر أنذاك، وكذلك هل كانت لدينا أسس لبناء دولة وطنية وقت تم إمضاء الاستقلال الداخلي في الأول، ثم لماذا تم التسريع بإمضاء الاستقلال النهائي في 20 مارس 1956؟ أستاذ، وأنت تتحدث على الاستقلال النهائي، فما شكون اليوم يعتبر لي تونس مازالت ماهيش دولة مستقلة، يعتبر لي تونس لليوم مازالت في تبعية، اللي فما معاهدات أمضاوها قبل حتى في عهد البيات، مازالت اليوم تقيد تونس وتخليها في تبعية لدول أخرى وخاصة منها فرنسا. والله الأصوات النشازة هذه عن مقولة مشهورة جدا، يعني دائما النقاش يكون على مستوى الأفكار وليس على مستوى الأحداث، والأتعس من ذلك على مستوى الأشخاص. هذاك علاش من عمرنا ما نحبوا نتكلموا على الأشخاص، بدنا نتكلم على مستوى الأفكار. يعني عندما تعود بعض الأصوات أو من يتكلم اليوم على أن كانت هناك يعني معاهدات منقوصة أو باعت تونس إلى دولة أجنبية أو إلى المستعمر القديم، يعني نحن نعود بالأساس إلى الوثائق الموجودة، الأرشيفات المتوفرة، وفيما بعد سيتم بث يعني المعهد العالي، صور للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. للعلم فقط أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك أرشيف يخص الفترة الاستعمارية، وهو برنامج متكامل علمي قامت به الدولة التونسية زمنها ببورقيبة باسترجاع جزء من أرشيفها من ذاكرتها، ولو أنه أرشيف فرنسي، ولكن
في مقابل كانت تذكروش هي توانسة وقتها القناة الثانية الفرنسية حبت تبث هنا في تونس وكان البث مباشر آنذاك. في المقابل طلب بورقيبة أنها تسترجع الأرشيف. شوفوا يعني سياسة دائما المقايضة، يعني تعطيني حاجة نعطيك حاجة تعطيني حاجة. فبالتالي هذه ربحناه راهو هذا إرث لا يضاهى. عندنا أكثر من 4000 بكرة في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر اللي أنا نشتغلت فيه كباحث منذ أكثر من 15 سنة. كذلك هذه الوثائق تقريبا تعد 70,000 وثيقة، ولكن المؤرخ لا يخرج الوثائق كما هي، يخرج الوثائق لدعم موضوع معين يشتغل عليه، والمواضيع شتى في التاريخ. هذاك علاش قلت هو يعني موضوع صعب التاريخ، لأنه أولا يتطلب الاختصاص أولا في التاريخ المعاصر، ثانيا المباحث، المباحث عديدة جدا. يعني هناك من يشتغل على التاريخ النقابي وعنا جملة من الزملاء، وهناك من يشتغل حتى على الأراضي الدولية واسترجاع الأملاك يعني الدولة، وعندنا زميل مختص في المعهد. هناك من يشتغل على التاريخ الاقتصادي، وهنا تحية إلى أستاذنا نور الدين الدقي اللي أخرج مقال للإجابة على هذه الهيئة وادعاءاتها الباطلة، وأكد مرة أخرى لأن الوثائق التي نشرتها تؤكد عكس ما تقوله الهيئة، لأن حتى قراءة الوثيقة الأرشيفية نأكد مرة أخرى يجب أن يقوم بها مختص. وللأسف في اللي قرأوا المعاهدة متاع 55 يجهلون اللغة الفرنسية، لأن عندما تقرأها بالفرنسية ليس هناك استثناء لفرنسي بل لفرنسا، بل كانت هناك موازاة. واتفاقية 55 سقطت باتفاقية الاستقلال. هذا أتحدث عن الفكرة. وفيما بعد فتح الباب يعني على مصراعيه للتفاوض حسب القطاعات. كان هناك كما كتاب الجيش الشرطة، وكان هناك الأملاك الأجانب. يلزمنا نعرف وراء وقت تم الاستقلال سنة 56 تونس لم تكن لها السيادة المطلقة على أي شيء، لم تكن لها موارد، لم تكن لها موظفين. حتى السادة تذكروا، أرجعوا للناس اللي قرأوا في السنوات 50 و60 يقول لك كانوا يقرروا فينا فرنسيس، لم تكن لدينا. هل يعلم التونسيون كم كانت نسبة التمدرس آنذاك؟ نسبة التمدرس كانت لا تتجاوز 15%. يعني كانت أولويات الدولة الوطنية ماذا؟ وهذا يراه خيارات استراتيجية قامت بها الدولة الوطنية آنذاك بان الاستقلال. هذا اللي يفسر وانت تحكي على التمدرس، انه في الفترة هذيك كانت ميزانية بعد الاستقلال كانت ميزانية التعليم في تونس هي اقوى ميزانية أقوى في البلاد. ميزانية. يعني انه دول اخرى تاخذ خيار انه تستثمر، ونعطيكم الارقام، 45% من ميزانيتها لتسليح الجيش، بينما نفس الميزانية خصصها ليس بورقيبة ولكن الحكومة الوطنية آنذاك تخصص نفس الميزانية للتعليم، والجيش لم يحظى، لم يتجاوز 7% من الميزانية. حتى أنه في الكتاب موجود في أوت 1957 وقع يعني اكتتاب وطني لتسليح الجيش لشراء أسلحة للجيش الوطني، وجمع تقريبا 900 مليون فك الوقت هذاك اللي هو مبلغ ضخم. يعني أستاذ فيصل مازالونا دقيقتين نخصوهم للكتاب اللي اليوم موجود في المكتبات، تقولي أنت بعدد محدود، دونك اللي يحب اليوم يطلع على تاريخ قواتنا للمسلحة، أنت حددت الفترة من 56 إلى 1960، دونك ينجم يكون في المكتبات لأنه النسخ محدودة. هيت نعطيوهم فكرة على الكتاب هذايا اللي أرخ للفترة هذه. وهذا المعهد نتاعنا. الصور اللي جبتهم لنا. باش تشوفوا اللي الإمكانيات موجودة، الأرشيف هذيك البكرات يعني اللي نجموا نصوروها ونطلعوا عليها. المعاهدات، معاهدة الاستقلال الداخلي والنهائي موجودة بملاحقها، لأن وقت نتكلم على البروتوكول البروتوكول موجود معه ملاحق. وكما بينت المعهد هذا نتاعنا مختص في التاريخ المعاصر، وهو مفتوح لجميع الباحثين اللي يحب يجي يطلع على الوثائق. ولكن المعهد ها هو المعهد نتاعنا لا يعني ينشر الوثائق هذا، حتى نحن كمؤرخين لا ننشر وثائق، بل نكتب كتابات مقالات حول موضوع معين. ولكل مؤرخ اختصاصه. هناك المختص كما قلت في التاريخ الاقتصادي، هناك المختص في التاريخ السياسي كالزميل خالد عبيد، الثقافي، النقابي. بالتالي كل باحث هو الذي ينشر كتاباته ولا يخرج وثائق. الوثائق عن 70,000 وثيقة. يعني نحن اليوم نكلم واحد يقول له وثيقة الاستقلال فيني وإلا المعاهدة كذا، إجا اطلع عليه، ولكن نحن لا ننشر تلك الوثائق كما هي، عكس ما فعله البعض، يخرج وثائق وينشرونها هكذا. هناك قراءة، هناك تحليل، هناك إطار تاريخي لتلك الوثيقة، وبالتالي نحن نعطي معلومة وننشر كتب، لأن هذه الكتب تدرس بها
تاخذها وزاره الثقافه تنشرها في المكتبات، نقريو بها طلبتنا، نحيلوهم من الكتب هذه، مشكل نحن كتب المؤرخين بصوره عامه، ولكن للاسف الشديد التونسيون لا يقرؤون التاريخ. هذا راي خطا مشترك نحن، لان الكتابه الجامعيه لا تصل الى الجموع، الى الشعب. وكذلك هناك تقصير من شكون؟ تقصير من سنين، خاطر نحن نحاولوا نبلغوا ونكتبوا وننشروا، ولكن اليوم مع شبكات التواصل الاجتماعي، مع النفور من قراءة الكتاب، هل لنا اليوم، وهذا نداء إلى الأعلام، الوثائقيات التاريخية، وقمت حتى معكم في التلفزة هنا بوثائقي تاريخي حول تأسيس الجيش التونسي سنة 2011 هنا تقريبا 12 دقيقة قمنا به. فبالتالي يجب أن نحاول أن نوصل المعلومة، والمؤرخ عنده هاجس وحيد هو الوصول إلى الحقيقة، وراه مش كان للدولة أو للشعب، بل هاجسه أن يصل إلى الحقيقة، لأن كتاباته ستحاكم فيما بعد. نحن نحاكم كتابات خاطئة في التاريخ وننتقدها بشدة، لأنه لم يعودوا إلى الوثائق المؤسسة لذلك. كذلك آخر كلمة، راه المؤرخ ما يكتفيش بالمصادر هنا الموجودة في تونس، وأنا مثلا الأرشيف اللي يحكيوا عليه البعض من نوت، هاو نوريكم نسخة منه، الأرشيف من عام 2004، ونحن نمشي ومشينا أربعة وخمسة وستة مرات، وأمتلك آلاف الوثائق، منها الكتاب اللي موجود عندك، هذاك تقريبا مئات الوثائق، واللي هي تهم الدفاع الوطني وسري جدا، واستنسخناها. لا وجود لأسرار، بل هناك قوانين تحكم الأرشيف في جميع دول العالم، في تونس راهي 30 60 و100 سنة. إن شاء الله تجي فرصة وتتوفر ونفهموا الشعب اللي ما ثماش أرشيف مخبي وأرشيف سري. كذلك في تلك البلدان، وبين سبارت فرنسا كان واضح، راهو الأرشيف هذا متاح، إلا ما هو يهم الأمن القومي أو أرشيف الأشخاص، وهناك أرشيف يصل حتى إلى 100 سنة، وهو الأرشيف الطبي. يعني اللي يعرف القوانين، ماذا بينا الناس بالله نهداو شوية ونقرأ تاريخنا شوية التصريحات، ونمشي ونشوفوا الوثائق لا تتكلم وحدها، بل المؤرخ هو الذي يضعها في إطارها ويحبك القصة التاريخية باش يوصلها. وإن شاء الله نوصلوا المعلومات لأبنائنا ونقريهم تاريخنا بكل هدوء وبكل رسانة. وأنت تحكي على أبنائنا الصغار، اللي يلزم نقاريهم التاريخ وتوصلهم المعلومة، زاد الصغيرات هذوما يلزمنا نزرع فيهم حب الوطن، وهذا باش يكون موضوعنا في البلاتو اللي بعد مع مدربة التنمية للبشرية مدام منجية اللي بتجي بحضينا، ومع هي نحكيو كيفاش نجموا نزرعوا حب الوطن والوطنية عند الصغيرات. شكرا لك أستاذ فايس اللي كنت موجود بحضينا، بالتوفيق إن شاء الله ويعطيك الصحة على قبول الدعوة. دونك مكملين معاكم، نسمعوا أمينة فاخت بكتب اسمك يا بلادي، بعد راجعين مكملين البلاتو. موعدنا أرضك يا بلدنا، بلدنا تغرب.
موعدنا ارضك يا بلدنا، بكتب اسمك يا بلدي نوال غشيم نسموها بعد شويه. دونك قلنا باش نتحدثوا على صغارنا اللي هما جيل المستقبل، اللي هما رجال غدوه، اللي هما اللي باش يهزوا المشعل على الناس اللي اليوم قاعده تدافع بكل شراسه على البلاد هذيا. كيفاش نحبوهم في تونس؟ كيفاش نوصلوا لهم هالمفاهيم الكبيره نتاع الوطنيه وحب الوطن والدفاع على الارض والحكايات هذيا كلها؟ كيفاش نجموا نبسطوها نقربوها ونحبوا صغارنا في بلادهم هذيا الكل؟ مع ضيفتنا مدام منجي صباح النور. منجي يعرقب نهارك طيب. صباح الخير فاتن، شنو احوالك؟ نهارك زين الحمد لله. كل عام وانت حيا بخير. يعيشك. وكل عام وتونس يا ربي حيا بخير ان شاء الله. كل عام وتونس بخير ان شاء الله. يعطيك صحه على اختيار الموضوع هذايا، خاطر ما يحكيوش فيه برشا، معناها ما نلقاوهش برشا في لي بلاتو. وهو موضوع هام على الاخر، على الاخر موضوع انك تحب بلادك نورثوه نكتسبوه هكا في حياتنا العاديه، والا موضوع يتخدم عليه باش تخلي صغيرك يحب بلاده وعنده انتماء لها. هو موضوع لازم يكون في اللاديان معناها نتاعنا، لازم يتعدى في اللاديان هذيك باش نحسوه. معناها توا شفت الاغنيه اللي كانت توا برشا احساس، معناها وبرشا كلام معبر، ولازم نفهموه الكلام اكثر ملي ندندنوا ونغنيوه نفهموا المعاني نتاع الكلام هذايا. وهذايا موضوع معناها يعني الاولياء على الاخر، على الاخر، ويعني المربين زاده، خاطر الصغير كيفاش باش تدخله هكا حب الوطن، خاطر حب الوطن قيمه، هي قيمه باش تزرعها فيه من الصغرى، باش تبدا من الصغرى تقول له، معناها باش تخلق فيه الانتماء اللي نسميوه الاحساس بالانتماء. انت قلت لي دور المربي ودور العائله، هات نبداو بالحلقه الاولى بالعائله. احنا في الدار كيفاش نجموا نزرعوا حب تونس لصغارنا في الدار؟ به ساعة أول حاجة كما قلنا القيمة، قيمة الاعتزاز، قيمة الفخر، معناها تكون فخور اللي أنت تونسي، فخور ببلادك، مش كان عندك الناسيوناليتي وكهوا، لا، معناها أنا ننتمي للوطن هذايا ونحبوا الوطن هذايا، حتى في الكلام نتاعي نتاع كل يوم، حتى في التعابير نتاعي، معناها نقولوا لأولادنا رانا نحبوا تونس، رانا مغرومين بتونس، وهاو شنو تعمل أنت باش تخرج من الشعارات هذوكم باش تخرج لأرض الواقع، هاو كيفاش تعمل، هاو كيفاش تتعامل مع جيراننا، مع زملائنا، مع أصحابنا معانا، مع العباد اللي راوهم كل يوم في الشارع، كيفاش نتكلموا معاهم، كيفاش نغزروا لهم، كيفاش نضحكوا لهم، معناها هذه الكل تغرسوا فيه كي تمشي للمكتب، كيفاش تحافظ على معناها الاملاك العموميه اللي هي راهي، كيفاش تمشي بكري باش تحضر في تحيه العلم وتحيه العلم. ايفيكتيفمون اليوم تحيه العلم راهو نشوفوها حتى من اولادنا ومن جيراننا، معناها وليوا يزبيوها حتى صغار، يقول لك تي نمشي بعد 5 مينوت ما هي تحيه العلم، لا هذيك راهي وقفه مهمه على الاخر. احكي له انت على قصته العلم هذيك، على الدراب، ومعناها كيفاش تعمل الدراب هذيك اللي اليوم راهو دراب تونس عمره اكثر من 180 سنه، فسر له، اعطيه الحكايات، تحكي له على الابطال، معناها ما نقعدوش نشوفوهم اونواري بلون، خاطر البارح نتفرج في الوطنيه وهي اللي تعدي، معناها ديما في سي تري بيان، اما نخرجوهم ماك نواري بلون، خرجوهم بالكولور، نحكيو لهم معناها الابطال نتاع تونس وشنو عملوا باش احنا يولي عندنا وطن. هذيك الكل صغيرك لازم يبدا حتى في كلامه تحسوا، راهو انا عندي ولدي بنتي اقل شويه، اما ولدي وطني على الاخر، على الاخر، معناها كي يتكلم تحسه يقول لك انا نحب نهز ضرب ولادي ببلادي، نحب نهار اخر نعمل حاجه باش يفتخروا بتونس، نحب كي نمشي لبرا يقولوا تونسي، يقول لي نحب نحكي لغتي، معناها اللغه نتاعو يراها اللي هي حاجه مهمه على الاخر، على الاخر، هذيك الكل تنميه. مثلا اليوم عيد الاستقلال ما فيها بيس، شفت صغيرات بكري هكا نعملوا لهم احتفالات، نشريوا العلامات حتى يصوروا على وجوههم وكل، نراو توا في بلدان اخرين، شفنا في عام العوين التوانسه اتفقوا انهم يعلقوا العلامات في شبابك الديار، صحيح، في ديارهم، في شبابك، في الدبش، تو مثلا لي بوتيك انا حبيت نلبس، معني لبست احمر وابيض اليوم، حبيت نلقى مريول في العلم ما لقيتش، لازمني نطلع، معني علاش ما نعملوش، موجود قلت لي راني جبت لك عندي مريول احمر وفيها علم موجود في الاختزان، معناها ماذا بيا نبيعوهم حتى اللي مثلا لي فيترين نتاع لي بوتيك، علاش ما نعملوهمش كلهم نهار هذيك الكل، راهو باش يخليها امبيونس سبيسيال. وراهو اليوم فما بلدان راهو مراولهم ديما بالعلامات، تلقاهم باختو من غير ما نذكروا اسامي، معناها ونلقاهم فخورين، معناها الهند اليوم فخوره بالانفورماتيك، الدنمارك بالتربيه، برشا بلدان عندهم دي فيغتي، احنا عندنا زاد التاريخ نتاعنا، عندنا الاستواغ نتاعنا، عندنا برشا بطولات، عندنا شخصيات صنعوا التاريخ، وقت اللي نشوفوا قوى عظمى ما نعرفش انا امريكا انجلترا وكل، يمكن همش كيف نحن، احنا عندنا برشا شخصيات معناها صنعت التاريخ نتاعنا، وترجع الحضارات اللي تعديت على تونس الكل، معناها
احنا ما حشناش باش نصنعوا باتمان وسوبرمان وكاتومن وما نعرف شنو وشخصيات هكا نتاع افلام وكل شيء باش نسوقوا البطوله للصغار، خاطر عندنا ابطال، عندنا في تاريخنا عندنا ناس صنعت البلاد هذه. كي نهار نحكيوا بالحق الابطال نتاعنا حتى الافلام والمسلسلات ما عندناش برشا يحكيوا على الابطال اللي تعديوا بتونس واللي هم ما همش معروفين. قصص هكا صغيرك تحكي له معناها تبسطها له، خاطر كي تحكي له راهو حب الوطن هو ما يفهمهاش. ما يفهمش. يمكن هذا زاد دور النشر اللي ديما تخدم لنا على هكا عبر صغيره على شخصيات صغيره. صحيح. اخدموا لنا على الشخصيات التاريخيه للصغار مش للكبار، خاطر نلقاو سلسله للشخصيات التاريخيه، اما اخدموا لنا للصغار، اخدموا لنا حاجه بسيطه حاجه حشاد ومدام مزالي يرحمها اللي قريبا الأربعينية نتاعها، معناها اخدموا الشخصيات هذه اما بسطوا فكره صغيره بسطوا واعطيو شنو هو القيم الشخصيات هذوك، شنو هو القيمه اللي حبوا يعديوها لنا، علاش عملوا هذيك الكل. وفسر له راهو قبل معناها الحرب ضد المستعمر ولا ضد العدو، اليوم الحرب ضد الفساد، معناها اليوم ضد الارهاب، اليوم كي تحب انت بلادك راهو عمرك ما تضرها. والجمهوريه هي مبنيه على شنو؟ مبنيه على التآزر، على التعاون، على قيمه الاخر. اقبل الانسان الاخر كيما هو، كيلك سوا الدين نتاعو، اللون نتاعو، اللبسه نتاعو، منين جاي هو، من جهه هذاك الكل ما يهمناش. احنا الناس الكل مع بعضنا، معناها في وطن واحد اللي هو تونس. هذه كي تبدا انت راهو تحكيه بصدق، خاطر احنا راهو قدوه. واهم حاجه باش تعلم صغيرك هي القدوه، من الاب والام ومن المربي، راهم خاطر هما ياثروا على الاخر على الاخر في صغارنا. كي تبدا انت تحكي بحماس وتزرع فيهم القيم هذوك من الصغرى وتقول له هاو راك انت كي تحترم صاحبك، كي تنظف مدرستك، كي تمشي في الشارع وما ترميش حاجات وسخ، كي ما تكسرش حاجه، معناها نتاعنا الكل هذيك ماهيش نتاعي وماهيش نتاعك. ونردوا بينا نتاعنا الكل نقولوا قدام الصغار، خاطر كل كلمه بحسبها ويسجلوا كان هما تبارك الله، معناها اكثر حتى منا. صحيح. احنا وهذيك اللي باش يخليك من بعد صغيرك كيفاش يحكي، اسكو يحكي بحماس وكيمشي حتى لبرا فخور بتونس مش حاشم بتونس. مهما كان راهي هذيك هي البلاد اللي تقوي فيك واللي قراتك واللي اعطاتك، معناها انت ملجا. واي انسان راهو ما يحسش بالامان في بلاده ويمشي لاي بلاد في العالم عمره ما يحس بيه، خاطر هذيا بلادك، هذيا الوطن نتاعك. دونك اخدم على خاطر الوطن هذيك وحس بيه الوطن. وهذيك احنا الكل راهو تونس هو احنا الكل. صحيح، يعطيك الصحة منجية، ميرسي بوكو. ان شاء الله هكا الصغار الكل نحاولوا نخدموا على الموضوع هذايا ونوصلوا لهم قداش مهم انه تحب بلادك، على خاطر هذوكم هما اللي نهار اخر باش نلقاهم واقفين لتونس ونلقاهم يخدموا وينشطوا ويدافعوا على الارض والتراب هذايا. ميرسي بوكو، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير مرة اخرى. دونك احنا مكملين ومن الميساج اللي يتقالوا حب بلادك وخاف عليها، هكا تقول درة الفورتي في الاغنية هذه. ومن بعد نرجعوا باش نحكيو لكم على مدينة العلوم والبرمجة الخاصة بالعطلة، كيما نعرفوا الناس الكل الاسبوع هذايا عطلة وصغيرات الكل مرتاحين. دونك نعطيكم برمجه وفكره وين تنجموا تمشي وشنو برنامج مدينه العلوم بعد دور الفورتي.